بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشاهدي قناة الـ HBC والسادة متابعي حلقات صحة حواء، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات صحة حواء. حلقات صحة حواء هي حلقات طبية نأمل فيها أن احنا نكون بننشر بها المادة العلمية الطبية الحقيقية، يعني زي ما بنقول دائما في ميزان التضليل والشعوذة الطبية والعشوائيات الطبية اللي احنا بدأنا نسمعها دلوقتي. قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة عن هجرة بطانة الرحم أو بطانة الرحم المهاجرة، وزي ما اتفقنا قلنا أن هذه التسمية يعني للأسف اللغة الإنجليزية ليست هي التفسير بتاعها باللغة العربية أو التعريب بتاعها هذا الاسم، لأن الاسم خاطئ، لأن هذا الاسم لو قلنا بطانة المهاجرة فله نظرية واحدة بس، وهو خروج البطانة عن طريق الأنابيب إلى خارجها، لكن للأسف التفسير اللغة الإنجليزية بتكون أعم وأشمل ومفسرة تماما لكل مواضع الهجرة بطانة الرحم. قبل ما أبدأ في موضوع البطانة الرحم الغير المتواجدة داخل التجويف الرحم وموجودة خارج التجويف الرحمي، أو تغير الخلايا في مناطق معينة في الحوض بالأكثر أو خارج الحوض، وهذه الخلايا تتغير سماتها وتكون بها بعض المستقبلات للهرمونات الأنثوية، وتتعامل مع هذه الهرمونات بتكوين دورة، وهذه الدورة أيضا بتبدأ تظهر الدم في هذه المناطق. يعني ده تفسير سريع للغة الإنجليزية. قبل ما أبدأ الحلقة النهاردة، أنا طبعا يعني كان أمس عندي حالة والنهاردة لسه جاي حالا من حالة ولادة، قصة يعني فعلا سيئة جدا 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 فوق ما حد يتخيل إن احنا وصلنا لهذه الدرجة السيئة. أمس جات لي سيدة كانت عملت قيصرية من مدة كبيرة، وللأسف انتهت بضمور كامل للتجويف الرحمي، انغلاق كامل، يعني السيد الطبيب إما أنه أغلقه بالخياطة أو حصل تلوث في بطانة الرحم بعد القيصرية أو أي مشاكل من دي، انتهت أن لا يوجد تجويف رحمي نهائي، وانها تم عمل اجراء لها منظار رحمي ومنظار بطن ومنظار رحمي تاني ومنظار رحمي تالت، وكانت مبعوته ليا عشان اعمل لها منظار رحمي، لكن عايز اعرف اللي قبلي عملوا ايه، معهاش للاسف اسطوانات او اي حاجه، فقلت ابدا اخد قراري ثيوريتيكال او نظريا او خطوه اني ابدا اول حاجه اني اعمل لها اشعه بالصبغه أشوف الدنيا ماشية إزاي. للأسف لقيت الرحم مغلق بالكامل بالكامل، ولا يوجد رحم نهائي من انغلاق التجويف بتاعه. يعني أنا لغاية دلوقتي برضو يعني هذه السيدة اللي انظلمت بقيصرية، زي ما بقول لطلابي اسمها قيصرية العيل الواحد، يعني هي يولدها مرة قيصرية ويقضي على مستقبلها في الخصوبة نهائي. للأسف قيصرية العيل الواحد دي يعني صعبة جداً، انها يعني بدانا نشوفها كتير دلوقتي، يعني يمكن اللي زمان لما كنا بنشوف هذه الحالات اللي هي الانترتراينسينيكيا او التصاقات الزائده عن اللزوم، لدرجه ان احد العلماء كان سماها اشرمان سندروم اللي هو اختفاء التجويف الرحمي بالكامل. النهارده قبل ما اجي حالا دلوقتي انا برضو نفس القصه، كانت سيده من مدينه الواحات ايضا عملت قيصريه من مده كبيره، وأيضا هذا الطبيب بهدل الدنيا وعمل التصاقات رهيبة، وقعدت مدة كبيرة جدا من تأخر الحمل، وبدأت أتعامل معاها، عملت لها منظار إذابة الالتصاقات بالكامل، والحمد لله حدث حمل، والنهاردة ولدتها من جوه بقى. يعني لما جيت أولد بقى، لا ده أنا بشتغل في بطن ما عندهاش تفسير، إلا زي ما المساعد بتاعي بيقول لي ده بعد ما ولدها حط قنبلة ديناميت أو نبلم جوه بطنها، يعني الدنيا ملتصقة بالكامل من مثانة، في كل الدنيا عكة معكوكة بالكامل. كان ليا أني أنا أشتغل بالتشريح وأسلك كل الأعضاء وأولد وأعيد تصليح الدنيا بالكامل. طبعا القيصرية اللي كانت بتاخد مفروض فترة معينة زادت الفترة ضعفها مرة واتنين. ده اللي أنا عايز أقوله، يعني أنا مش لاقي تفسير بصراحة
ان قيصرية واحدة تدمر مستقبل سيدة وقيصرية واحدة تدمر مستقبل سيدة، بس قدرنا دين عليها الحمد لله وربنا جبرها. لكن مش عارف أن يعني اقول ايه للاطباء اللي بيشتغل ولم يتم تعليمه او تهذيبه او تدريبه في مكان كويس عشان يتعلم الاسكس والقوانين الطبية في الجراحة. لنا الله. ده كان الحاجة، لأن لسه حالا جاي من بطن مريضة وعامل هذه العملية، وللأسف يعني كانت الدنيا فيها سيئة جدا. فبفتكر إن هل القصة دي بتتكرر كتير قوي دلوقتي، يعني بشوفها لسه امبارح ولسه النهاردة، والدنيا كل يوم بشوف مساوئ مشاكل الجراحات اللي بتحدث مع الأطباء في الأماكن الشعبية والمحافظات، ويعني للأسف بتبقى القصة دي هي دي المشهورة بالكامل. نكمل بقى حلقة النهاردة، وهي زي ما اتفقنا إذا وجد بطانة الرحم خارج التجويف الرحمي. خارج التجويف الرحمي يعني ممكن تكون موجود في عضلات الرحم، ممكن تكون خارج التجويف في الأنابيب، في المبايض، في البريتون، في أي حتة موجودة، ممكن تاخد القولون، تاخد الشرج، تاخد بعض حتت من الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الدقيقة. تواجدها تم اكتشافه أيضا في السرة، في جميع الجروح اللي قبل كده، في الشفرتين. وزي ما قلنا المرة الحلقة اللي قبل السابقة إن أطباء العيون لقوا سيدة بتعمل الدموع بتاعتها بتبقى دم أثناء الدورة. أما أخذوا عينة من الحتة اللي بتجيب دم أثناء الدورة لقوها خلايا مشابهة لخلايا بطانة الرحم. هناخد الاتصال الأول وهنبدأ نتكلم بعد كده التشخيص الحقيقي لهذا الموضوع، ومين هم السيدات اللي هم عرضة إن احنا نقول دولت عندهم البطانة الرحم الغير موجودة في الرحم ومتواجدة خارج الرحم. هناخد المدام ندى. ألو؟ ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي يا ست ندى. لو سمحت يا دكتور، أنا كنت حامل في 3 شهور، وأول يوم في الشهر الرابع نزل عليا دم، ووضحته بالحضن بأقراص وكده، يعني بعد 10 أيام. علي صوتك، وضحي صوتك شوية، صوت مكتوم. يعني أنت بتقولي حامل في 3 شهور ونزل دم، وبعدين؟ أول يوم في الشهر الرابع نزل عليا دم، بعد كده بعديها بـ10 أيام نزلت عليا مية، اتصفت مية العيل كله. يعني ايه صفت المية العيل؟ هو اللي لحق المية الطفل يعمل مية ويتصفى؟ ايوه يا دكتور. اتفضل يا فندم. حاضر. وبعدين لما نزلت عليا ميه، لما رحت للدكتور قال لي ما فيش، الميه كلها نزلت في بتاعه الجنين، وانا عامله حاجز رحمي، يعني شايله عامله منظار وشايله حاجز رحمي. هل عايز اسال حضرتك، المفروض ان كان اعمل ربط العنق الرحم، عايز اسال حضرتك سبب انفجار كيس الميه بتاع الجنين. انا عندي ورم لثه على الجدار الخارجي. لا بعد اذن سيادتك السيد المعد، يا ريت يوضح الصوت شويه جواه، عندي هنا انا الصوت كله مكتوب في الاوضه. يعني انا بحاول اوصل ليكي بالكلام اللي بتقوليه، نصه اللي بفهمه. انا عندي ورم لثه على الجدار الخارجي من الرحم حجمه 4.5 سم. انت قلتي لي عندك مره حاجز رحم مش قلتيه بالمنظار، وعندك ورم ليفي، تمام؟ بالظبط. انا عايزه اعرف هل ضروري ان اعمل ربط العنق الرحم؟ لا يا فندم، لا مش شرط، الا اذا كان يوجد حاجه من 2، اما بالفحص اني الاقي هذا العنق قصير او في قطع، او ان هو ضعيف، او ان هو السمك التجويف بتاعه واسع، او ان في عيب خلقي موجود في الرحم. لكن انتهاء هذا الحمل في الفتره الاولى من 3 اشهر ملوش علاقه ابدا بعنق الرحم نهائي. طب انفجار كيس المياه؟ لا، ما اقدرش اقول ان كلمه انفجار كيس جيب المياه في 3 اشهر دي، الكلمه دي غريبه عندنا شويه. طب سبب نزول المياه ممكن يكون الورم الليفي يا دكتور؟ الورم الليفي يا فندم ملوش دعوه بالحمل خالص، ولا يؤثر على الحمل نهائي، ولا له سبب في هذا الكلام، طالما ان هذا الجنين كبر وانزرع وبقى كويس جوه الرحم. ها؟ اتفضلي. اتفضل. يا ريت يبقى الصوت بس زي الاخر ما هي بتتكلم يبقى عالي كده لو سمحت شويه. قصه دايما، يعني انا الفتره اللي فاتت انا بحضر لكم حلقات ان شاء الله هندخل فيها اللي هي تكرار فقدان الحمل. تكرار فقدان الحمل ونسبته بقت عاليه جدا جدا في الفتره الاولى
وده يعني انا من كتر القرايات وبحاول اجمع لكم موضوع علمي كويس، لقيت ان اكتر حاجه بنتضلل بيها كلمات الاطباء اللي بيقولوا مفيش نبض والنبض خلص ومش عارف ايه والكلام الخايب دوت، بيخلي الطبيب في اعاده التشخيص بعد كده يضل ويبقى مش عارف ياخد قرار في التشخيص بناء على الكلمات اللي بيقولوها الساده الاطباء السيدات او الساده الاطباء في الارياف وفي المنتجعات الغير طبيعيه ديت، بيقولوا لها دايما ان في نبض والنبض راح، يعني كلمات، وفي الاخر اصلا بيكون حمل كيميائي. يعني ان شاء الله هنتكلم عن تكرار فقدان الحمل، وطبعا هرد عليكي برضو في موضوع وجود الحاجز الرحمي بيعمل ايه وليه هنتعامل معاه، وهل الحاجز ده موجود مع عيب خلقي مع الرحم ولا لا، دور الاورام اللي فيها في هذا الكلام وعلاقتها بتاخر الحمل او تكرار فقدان الحمل، وهل له تأثير على الجنين، وهل له تأثير في الولادة أو بعد الولادة. يعني أنا ممكن الكلمات دي كلها لازم نناقشها إن شاء الله. أنا أخد المدام جويرية، اسم ظريف أو جويرية، تفضلي. السلام عليكم، ازي عليكم حضرتك؟ السلام يا فندم، تفضلي. بعد إذن حضرتك، وأنا الحمد لله كنت متزوجة وحصل حمل بإذن الله على طول، يعني تمام. وبعدين انا بطلت وسيله، يعني انا ركبت لولا فتره. يعني معاكي طفل يا جويريه؟ معايا طفل واحد، طفله واحده. تمام. والده طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي. اتفضلي. وكنت استخدمتي وسيله تنظيم اسره بعدها؟ اخدت لولا ورجعت اخدت برشام ترايسبت وبعد كده اخدت جميره. اصبري عليا، ليه كام سنه يا بنتي حطيتي استخدمتي اللولا بكام سنه والاقراص كام سنه ولا لا. ايه بالظبط؟ لا ده شهور، ده شهر، ده شهور وده شهور وده شهور. يعني اللولب اتحط شهور؟ كان بيعمل معايا نزيف على طول. وبعد كده استخدمتي اقراص منع الحمل؟ اتفضلي. بس وبطلتها بقالي دلوقتي زي 8 شهور بالظبط، ومش عارفه بقى مفيش اي، يعني ما فيش. يعني عايزه تقولي لي ان حضرتك معاكي طفل والده طبيعي واستخدمتي وسائل مختلفه لتنظيم الاسره، وبعد ما وقفتي هذه الوسائل تاخرتي في الحمل؟ كده كده الموضوع كله ولا في حاجه تانية؟ هو كده. طب سيادتك الدوره بتيجي منتظمه؟ هي دلوقتي يعني في لخبطه بس مش كتير، يعني مش قوي. ما هو انا ما عنديش الا انها يا منتظمه يا ما بتجيش يا ملخبطه. لا هي مش منتظمه. خلاص يبقى مش منتظمه. ما هي وجهه انها مش منتظمه؟ بتاخد فترات في التاخير وبعدين تنزل، ولا بتيجي متقطعه مرتين في الشهر؟ بص حضرتك يا دكتور، هي انا مسجلاها بقول لحضرتك، يعني مثلا هي جت لي ايه 13، من 13 8 لحد يوم 18 تمام، ورجعت تاني جت لي يوم 9 9 9 لحد 13 9 تمام يا دكتور. اتفضلي معاك. ورجعت جات لي من 5 10 ورجعت جات لي 4 11 لحد 8 11. طب السيد الطبيب اللي بيتابع سيادتك رايه ايه في تاخر الحمل، لان هو اللي شافك وهو اللي فحصك وهو اللي شاف التحاليل وشاف كل حاجه؟ لا ما اعرفش، ما انا مش عارفه ايه السبب في التاخر. انت اللي مش عارفه ولا هو اللي مش عارف؟ انا مش، ما فيش يعني، مش عارفه السبب. يعني ما هو يعني انا الحمل الاول حضرتك رحتي لطبيب امراض نساء قلتي له انا متاخره من الحمل، فحصك طلب تحاليل، هي كتبت لي على برشام منع حمل برضو قالت امشي عليه 3 شهور، فانا خايفه امشي، مش انا مش عايزه، انا عايزه حمل، مش عايزه. هي دكتوره ست. فهي كتبت لي قالت لي هينظم الدوره وهينزل الطبيب مثلا معاكي، فمش عارفه. تاني اصبري عليا، يعني حضرتك هي كتبت لك اقراص منع الحمل لتنظيم الدوره ولا في مشكله اخرى هي بتفكر فيها؟ لا مفيش اي مشكله، ما هو ما لا ما قالتليش على اي مشكله تاني. طب ما هو انت على الكلام اللي انت قلتيه الدوره منتظمه، انت دلوقتي كل مشكلتك ان احنا نشوف هل في لا. تبويض ولا لا. يعني بص يا دكتور، انا من اسبوع فات كان في تعب فظيع عندي، يعني كانك تعب ولاده وحاجات زي كده ماشي، يعني بعدها اسبوع جالي البوريد، يعني المفروض ان هو كان ده التعب بتاع الطبيب. لا طب بعد اذن سيادتك بس عشان ما نخشش في قصه انت اللي هتنضري فيها وهيطول مده تاخر الحمل، رجائي الاتجاه لدكتور يكون يعني فاهم يعني ايه يعالج تاخر الحمل، يعمل الفحص الاساسي والسونار ويعمل التحاليل وياخد القرار محتاج اشعه صبغه ولا لا. لكن ما ينفعش الكلام قعده ستات مع بعض ونقول، يعني معلش عشان ما تنضريش بدل 8 اشهر هيبقوا سنه ونص، ما ينفعش. طالما قررتي ان يحدث الحمل لازم يكون في سبب هو المؤخر الحمل. لو سمحتي يعني اتجهي لطبيب. الاقراص اللي هي بعد اللي هي كتبتها لي ديت، انا ما اقدرش اشخص من بعيد يا بنتي بالتليفون، انا ما اعرفش هي يعني بتفكر في ايه.
يعني برضو عشان ما يعني ما اجنيش عليها او ان انا اقول كلام وهي اللي بتفكر صح، انا ما اقدرش لان الصوره يعني مبطوره عندي، لازم الصوره تبقى كامله، اعرف كل حاجه فيكي، اعرف الفحص، اعرف ايه اللي حصل حياتك بعد ما انت ولدتي، ايه اللي تغير. اتفضلي يا ست جواريه. شكرا، ويا ريت يا ست جواريه حد من الاطباء النساء اللي يكون يعني كويس في تشخيص تاخر الحمل، اما تذهبي له وهيكون افضل يعني على الاقل يفهمك الصوره وايه سبب تاخر الحمل. انا الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم، اتفضل يا استاذ عبد الله. ازي يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا 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 وسهلا، اتفضل يا فندم. والله حضرتك يا دكتور احنا بنستفاد من حضرتك كتير والله يا دكتور، ربنا يجزيك خير. يا فندم انا مبسوط وببقى فرحان اكتر واكتر، وبتخلوني اقعد اعد الماده العلميه والله على اساس ان انا اكون جدير بان كنتوا بتحبوني. الله يجزيك خير يا دكتور. اتفضل يا حتى فندم. والله وحشتنا، حتى حضرتك ما جيتش اللقاء اللي فات يعني. الحلقه السابقه كان يعني في اعداد لينا عندنا هنا في القناه، والحمد لله تم خلصنا كل حاجه، واحنا هنستمر باذن الرحمن كل يوم لحد الساعه 8. الله يجزيك خير يا دكتور، جزاكم الله خير. اتفضل يا فندم. دكتور كان في تاخر انجاب 5 سنين وعملنا حقن مجهري في مغامره عندنا. هل من نصائح علميه بعد العمليه نفسها؟ يعني حدث حمل الحمد لله بالحقن المجهري؟ لا ما حصلش حاجه، احنا لسه عاملينه الاربع اللي فات. طب ما لازم ننتظر يا فندم ميعاد الزرع، وبنكتب لك ورقه التاريخ اجراء اختبار الحمل يا فندم. لا النصائح العلميه مثلا الواحده تتحرك ازاي؟ لا يا فندم يعني الحمل الحقن المجهري زي الحمل الطبيعي الفراش، ملوش اي ارشادات معينه ولا حاجه معينه، تاكل وتشرب وتعيش حياتها طبيعيه. ما عنديش حاجه، لان هو حمل طبيعي زي كل الحمل. جزاكم الله خير يا دكتور. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم، اتفضل. جزاكم الله خير، السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبه لبعض الاستاذ عبد الله ما بيسالني على الحقن المجهري، الحقن المجهري ليس له بروتوكول خاص معين في الحياه بعد كده، لان هو حمل خلاص، طالما ان حدث حمل احنا بنحاول ان احنا نساعده بكل الطقوس وال يعني والارشادات ان ما يحدثش اجهاض او ليه او حاجه، لانه بيبقى دايما حمل عزيز جدا وحمل مكلف، وحمل الزوجين بيبقوا منتظرين النتيجه بتاعته. لكن يعني انا ما عنديش برامج معينه اقدر اقولها يخص هذه السيده، لكن نفترض ان ما يخصش الست اللي حدث معها حمل فراش طبيعي، ازاي؟ الاثنين حاجه واحده، لكن احنا يعني عامه احنا بنبقى دايما قلقانين على الحمل مع الحقن المجهري اكتر، وبنحاول نقول لها ريحي، وبنحاول نقول لها ما تعملش مجهود، ونقلل الحياه الزوجيه الى ان يتم ان الحمل يبقى كويس ويظهر عندنا ويثبت. معنا حد؟ هو الصوت بعيد جدا برضو، لو كان السماعه شغاله حضرتك لو انت بتكلمني، هو انت بتتكلم بعيد، انت قاعد بره الاستوديو ولا ايه؟ طب ما هو كده كويس، ما انت كنت خليك كده لو سمحت. استاذه ايات والسيد المخرج يا ريت يبقى يكلمني كده. استاذه ايات. الو. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي 2 سنين وحملت على طول، ما اتاخرتش في الحمل. ومعاكي ايه يا ايات؟ معايا احمد. ربنا يخلي لك احمد، اتفضلي يا فندم. عنده كام سنه؟ عنده سنه وثلاث شهور. تمام يا فندم، اتفضلي. بعدها يا دكتور انا ما اخدتش منع حمل خالص. اتفضلي. من بعد ما ولدت ما اخدتش منع حمل خالص، بس من الدوره جات لي بعد ما ولدت ب50 يوم. بس ما فيش مره جات لي منتظمه. يعني انت سيادتك لازلتي بترضعي ولا الرضاعه خلصت؟ لا انا رضعت صناعي. يعني ما فيش رضاعه عندك خالص. ايه الشكوى دلوقتي يا فندم؟ ايه الشكوى؟ الشكوى ان انا ما حصلش حمل عندي من بعد المره الاولانيه، وما كنتش باخد منع حمل خالص. سنك كام سنه يا ايات؟ عندي 25. حاضر. السيد الطب، بس يا دكتور انا رحت عملت متابعه تبويض، والدكتوره قالت لي ان في ضعف تبويض عندك، المبيض عامل اكتر من بويضه، وما فيش ولا واحده فيهم تنفع، يعني اكبر حجم فيهم 13. حاضر. قولي لها يا دكتوره لازم تبحثي لماذا احبط هذه البويضات عن النمو لو سمحتي. ليه البويضات بتركن في سن الشباب؟ دوري على السبب يا دكتور عشان تعرفي تعالجي وتصلي الى بويضه ناضجه.
اتفضلي يا فندم. ايات انت معانا ولا خلاص؟ طيب بالنسبه للاستاذه ايات، بعد اذن حضرتك طبعا، خط انتاج التبويض بيبدا من اول نزول الدوره، ويجب على الطبيبه انها تشوف عدد البويضات المطلقه بما تسمى الانترال فوليكولر كاونت، ده العدد الاولاني اللي بيديني فكره عن مخزون كويس جدا عن مخزون المبيض. ثم تتابع هذه البويضات وتبقى بنقول عليها بتعمرها، او بنقول بتشوف عمرها قد ايه بالنسبه للدوره، يعني البويضه في اليوم الثامن قد ايه، العاشر قد ايه، ال 12 قد ايه. اذا استكنت او وقفت البويضه على مقاس معين يجب على الطبيب تبحث عليه هذه البويضات بتقف. كثيرا هذه البويضات تقف عن النمو في ناتج من بعض ارتفاع او الارتجال الهرموني. ومعظم الحالات دي بتبقى ارتفاع الهرمون ال LH، علشان كده يا ريت الطبيبه تتابع سيادتك وتشوف هل فعلا ده السبب ولا لا، او يوجد سبب اخر يفسر لي وقوف البويضات على عمر الشباب ولا تستكمل النمو. معانا مين يا فن؟ هو انت بتروح بقى؟ ايوه هو ما يا ريت تبقى كده الصوت. معانا اسراء، اتفضلي يا فن. الو، اتفضلي يا ست اسراء. يا دكتور انا معايا طفلين، انا اول حد عمري 28 سنه. سيادتك 48 سنه؟ 28 سنه. 28 سنه، اتفضلي. معايا بنتين، اخر طفله عمرها 7 سنين. اتفضلي يا فندم. وعندي لوفا. والده طبيعي ولا قيصري؟ والده طبيعي ولا قيصري يا اسراء؟ قيصري. اتفضلي. وبعد انت كنت بدور على حمل ثاني. سيادتك بتقولي لي عندي لوفة، يعني ايه الكلمة دي اتقالت؟ عندي لوفة، وبعد كده قالت لي شيليها عشان هي اللي بتمنع الحمل. دكتورة ست قالت لك شيليها؟ اه. طب ايه ما قلتلهاش ما هي موجودة وجبتي البنتين قبل كده بيها؟ قالت لي لا، دي جاتني بعد البنتين. هي قالت لك ان جات لك يعني؟ اه بعد البنتين جاتني لوفة، صدفت ان في لوفة. عايز اسألك سؤال يا اسراء بعد اذنك. هتروحي للدكتوره تاني؟ ما انا شلت اللوفه. اصبري عليا يا ستي، هتروحي للدكتوره وقولي لها يا دكتوره لو انت الصبح بصيتي في المرايه ولقيتي حسنه عندك في وشك، الحسنه دي جات لك بعد ما اتجوزتي ولا انت مولوده بيها؟ لا انا بس انا عايز الرد. يعني هي مولوده بالحسنه بس هي اول مره تاخد بالها بعد ما كان عندها 50 سنه الدكتوره. لكن ما انا ما اقدرش اقول انك انت بعد ما جبت العيال اللوفه جات لك، هي موجوده جبرت شويه او اي حاجه لكن موجوده، لازم تبحث. اتفضلي. 2 سم ولازم تشيليه عشان في المكان. قولي لها انت بتهرجي، قولي لها قولي لها دكتوره 2 سم بتهرجي، انت قولي لها انت بتهرجي، قولي لها على لساني انا مفيش حاجه الكلام الخايب دوت، سم و2 سم والكلام دوت، يعني الكلام ده يعني زي ما بيقولوا هو كلام بس يعني حلو عشان تلاقي سبب، لكن لازم نبحث. يعني ايه 2 سم؟ هو احنا بنتكلم في السنتي و2 سم في اللوفه؟ هي شخصتها كده بالسونار عندها بهذا الطريقه ولقيتها هي السبب في تاخر الحمل؟ ولا شكرا، وبعد ما تخلفي يحدث حمل وتولدي خدي العيل وروحي لها قولي لها انا ما شلتش الورم الليفي وما شاء الله جبت عيل تاني. يبقى اذا مش عايزين ندور على حاجه مش هي السبب، هي الدكتوره تقولي لها او روحي لدكتور او دكتوره كويسه ابحثي عن سبب تاخر الحمل، ما تتلككيش بالسنتي اللي بتقول عليها و2 سنتي لو سمحتي. اتفضلي كده صوتك حلو جدا جدا جدا. السيده اسماء اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. انا اسماء من المنيا. اهلا وسهلا منيا، عروس النيل يا اسماء. انا اتجوزت عندي 8 وانا عندي 38 سنه، دلوقتي عندي 40. اتفضلي. عملت تحليل اي ام اتش طلع 3 من 100، يعتبر كده ما فيش خالص، بس انا عندي لوفه، عملت برضو اشعه بالصبغه وعندي لوفه 3 سم. فهو هو ممكن اللوفه تتعمل ولا هي ما لهاش اي؟ هو الدكتور قال لي مش مؤثره في اي حاجه. بص يا بنتي يعني انا عايز اوصل لك بين الفرق بين التلقيح الصناعي وبين الحقن المجهري. انت عايزه تعرفي الفرق ما بين التلقيح الصناعي والحقن المجهري، ولا عايزه تعرفي ان اللوفه نشيلها ولا ما نشيلهاش، ولا عايزه تعرفي ال 3 من 100 او 3 من 10 دي ايه؟
ولا ايه اللي انت عايزاه عشان اجاوبك؟ انا الثلاثة من عشرة ده، الثلاثة من مية ده قالوا لي ما في، ما ينفعش، ما عندكيش مخزون بويضات اصلا خالص. طيب انا هقول التعليق عليها دي. فانا عاوزه اعرف ايه الفرق بين التلقيح الصناعي او الحقن المجهري؟ عينيا حاضر. ان انا حاضر اعمل ده او ده بالنتيجه اللي معايا دي، انا يعني انا دي دلوقتي 47 يوم بالظبط الدوره ما جاتش، هي كل شهر كده بتيجي على 47 45. حاضر حاضر. اولا احنا بنناقش موضوع العالم كله يعني دايما داخل فيه دلوقتي، ويعني ذي اهتمام بطريقه غير طبيعيه، وهو ضعف مخزون المبيض او قرب انتهاء مخزون المبيض، لان العالم كله بدا يواجه تاخر الزواج، وتاخر الزواج بقى موجود في بعض الاماكن، حتى في بعض البلاد العربيه نسبه عاليه جدا فيها تاخر الزواج، وبدأوا يعني كلهم بيتجوزوا فوق على الأربعين. مش عارف طبعا هذه المشكلة دي العالم كله بدأ يواجهها، وزي ما بنقول العالم بيواجه حاجتين اتنين دلوقتي، ضعف مخزون المبيض أو انهيار مخزون المبيض قبل الأوان، أو تهيج المبيض في حالات التكيس وفرط تنشيطه إذا حاول تنشيطه. الاتنين بدأوا يعني كفتين غريبة جدا، لكن هرد عليك. أول حاجة بالنسبة لسيادتك طبعا يفضل إن أنا أقيس برضو نسبة الـ FSH، لأنه ده مدلول مركزي من الغدة النخامية عن حالة وضعك. لأني أنا لو لقيت الـ FSH هنا أربعينات وخمسينات فطالع، لا أنا بعتذر، يعني مفيش أي محاولة تاني يتعاملوا مع سيادتك. ده مهم جدا. يفضل الطبيب يقيس عدد البويضات المطلقة اليوم الثاني أو الثالث من أو الرابع للدورة، اسمها الانترافيكولار كاونت، مهم جدا عشان يعرف إن أنت أفيد ليكي إنك تدخلي الحقن مجهري ولا لأ. سيبي بقى موضوع التلقيح الرحمي أو اللي تقولي عليه تلقيح صناعي، لأن لا يصلح لسيادتك، لأنها هي زي الفراش بالظبط. هنشط لسيادتك وهاخد الحيوان المنوي من الزوج، أعيد تحسينه في المعمل، ثم أعيد حقنه جواكي في وقت التبويض بعد إن أنا أعمل تفجير للبويض. حالة سيادتك يفضل الحقن مجهري إذا كان يوجد بويضات ممكن تخرج بأي برنامج من البرامج. هي صعبة وهي مشكلة، لكن للأسف أنا برجع أقول للأسف إن لا بديل، ما عندناش بديل. يجب إن هو على الطبيب يديك المحاولة إن هو يبدأ يدي برنامج خاص بسيادتك واسمه الشورت بروتوكول، ويبدا يقيس نسبه الهرمون الاي 2، ويبدا يشوف هيخرج بويضات ولا لا، لان هو لو في بديل اخر ممكن اقول لك عليه، لكن لا بديل من هذا الكلام كمحاوله، لكن نسبه النجاح قليله جدا جدا في حاله سيادتك. اتفضلي. سالت سؤال تاني، الورم الليفي انا ما انصحكيش تعمليه طبعا دلوقتي، لان احنا بنخشى من هذا ان المبيض إذا تعامل جراحيا في إن أنا أستأصل بعض الأورام اللي فيا، فهذا المبيض اللي هو منهار المخزون بتاعه، إذا حدث أي تغيير في الدم اللي رايح له، لو كان استئصال الورم اللي فيه له تأثير عن تغيير الدم، للأسف ممكن المبيض الملحق أو قريب من الورم اللي فيه ينهار تماما وتبقى مشكلة. بس برضه هي نسبة تعتمد على حجم الورم وقربه من الأنبوبة أو الورم اللي فيه. يبقى بعد اذن سيادتك طبعا اذهبي للطبيب، يعني بنقول عليه حاجه اسمها تقييم حضرتك تقييما جيدا قبل الدخول في البرنامج، لان برنامج مكلف وفشله بينتهي به الحياه الزوجيه، ودي للاسف في هذا الفتر. فعشان كده انصحك ان الدكتور يقيم حضرتك تقييم جيد اكتر. معانا مين يا فن؟ مدام نهى، اتفضلي يا مدام نهى. انا مش هتحامل وسجلت لا، وانت هتتكلمي كده انا مش سامع منك ولا كلمه. كنت حامل. لا طب اعمل ايه طيب؟ لا لا انت بتكلمي نفسك، انا مش سامع ولا كلمه والله يا بنتي. طب ما تقول لها انت الكلام ده. استاذ مخرج بيقول لي قول لها كلمينا تاني وعلي صوتك. طب ما خلاص ما تقول لها انا مش سامع ولا كلمه. ماشي. يعني اللي احنا عايزين نقوله رجائي من اي حد يعني هيطلبنا يكون زي ما بنقول محضر المعلومه وسريع جدا عشان يتيح للاخرين ان هو يتصل بينا،
ويسأل السؤال اللي هو عايز إن مني النصيحة والإجابة الصحيحة، لكن مش العلاج، لأن العلاج لازم يكون المريض قدامي بتحليلاته بحاجته كلها عشان أخد القرار. لكن أنا بقول برود يعني نصيحة عامة في هذه الحالة، ممكن نعمل إيه والأفضل نعمل إيه. يا نهى يا ريت تكلمينا تاني وتعلي صوتك وتكوني واضحة إن أنا أسمع أسئلة بتاعتك. ما هي نهلة اللي قبل كده؟ التانية نهى ودي نهلة. حاضر يا مدام نهلة، علي صوتك شوية. أيوة سلام عليكم. أنت كده ممتاز يا نهلة، كويس قوي. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا بيك، اتفضلي. معلش يا دكتور، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. كنت حاطة لولب أنا لمدة سنتين. اتفضلي. وشلت اللولب، يعني 5 شهور دلوقتي ما حصلش حمل. معاكي كام طفل أو أطفال يا فندم؟ 2. والدهم طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي. اتفضلي. وسن سيادتك كام؟ يعني 33. 33. يعني انت بتسأليني دلوقتي وسيلة تنظيم الأسرة كانت اللولب، وبعد وقف او انهاء استعمال هذا اللولب برفعه اتأخرت الحمل. اتفضلي. ولا وحاجة تانية، معلش انا رحت الدكتورة كده فبتقول لي في مبيض ضعيف من خلال السونار اللي هو السونار العادي. اتفضلي. هو المبيض الضعيف بيبان كده من السونار عادي يعني؟ شوفوا هي الدكتورة انت يعني يا نهلة هقول لك الحقيقة والله يا بنتي، انا يعني قصة ان الاطباء يقرروا التشخيص السريع جدا كده، انا نفسي والله ما اعرفه يا بنتي. انا ما اعرفش ان تقول لك واحد مبيض شغال والتاني ضعيف، ايه يعني للاسف يعني، خلي معلش حقك عليا ها يعني. مش المفروض تقول الكلام دوت. الدكتوره يجب عليها تشخص الدنيا ايه، قولي لها خليكي في حالي، انا عايز اجيب عيل. يا دكتوره ايه اللي مأخر الحمل؟ يطلع مبيض ضعيف زقيه ونشطيه. واحنا انا وانا وانت جايه لي عشان انت سليمه؟ انت جايه لي عشان انت محتاجه مساعده التشخيص والعلاج. انا مش فاتح العياده لواحد سليم. اتفضلي. معلش، هو اللولب ممكن يعمل يعني ضعف في المبيض؟ والله يا بنتي ملوش دعوه خالص ده، عارفه عشان اريحك واريح الساده المشاهدين. انت في ودانك حلق مش كده؟ اللولب زي الحلق اللي في ودانك. عمرك شفت الحلق اللي في ودانك ياثر على سمعك؟ بيأذي؟ ما بيأذيش. اما انا عشان كده نفس الكلام اللولب، يعني كل الابحاث، يمكن انا كان في جزء كبير قوي في رساله الدكتوراه كان عن اللوالب على مستوى كبير جدا جدا، وكنت بشوفها بجميع الصور وبالمنظار الرحمي وكل حاجه. الكلام ده كان تقريبا في اوائل التسعينات. اللولب يعني كميه قراءات قريتها عنه وعامل بحث ابحاث قد كده عليها ملوش تاثير خالص للاسف. يعني هو زي ما بيقول ظلم والناس بيتهموه بمشاكل كتيره، لكن لما نيجي نقعد ونناقش هذه المشاكل لقينا ان هو مظلوم ومشاكله كلها بتنتمي للطبيب اللي هو ركبه. اتفضلي. يعني عايز اقول لك سيب الدنيا خالص، وبعد على الاقل مده معينه الدنيا تهدى من الاحتقاد اللي كان موجود في الرحم اللولب، وغالبا بيحدث الحمل الطبيعي من غير اي حاجه. اذا تاخرت في الحمل يجب عليك ان الدكتور يفحص سيادتك ويبدا يشوف تحاليل وموجات صوتيه وياخد القرار اللي يناسبك فيه، يقول ايه اللي يخليكي تاخر الحمل وازاي يساعدك في ان يحدث الحمل. اتفضلي. يعني دايما كنا بنقول، كان بعض الاطباء كان زمان يعني اول ما بيجي مناقشه عن اللولب وكلام ده، فطبعا الواحد بقى خلاص بقى يعني لازم يطلع اللي جواه من القراءات والابحاث اللي اتعملت عليه زمان. وكنا زمان تبع يعني بنركب كل الانواع ونشوف كل مشاكل الانواع دي، ونشوف ايه اللي ضار وايه اللي بينطرد وايه بيعمل نزيف وايه بيعمل مغص، كل الكلام ده، الى ان احنا طلعنا ابحاثنا وطلعنا كل حاجه. الكلام ده فوق يعني دخلنا على وقت 30 سنه. وطبعا خلاص انتهت، لان القصه بقت معروفه في كل حاجه. لكن استجدت على فكره من 10 سنين اللولب الطبي المرينا، وبدانا نعمل ابحاثنا عليه ايضا ونعمل عليه بعض شغل كويس جدا، ولقينا بعض النتائج كتير قوي تخص المرينا، لكن ده بعض الحالات الخاصه اللي نناقشها في هذا الموضوع. معانا ام مصطفى، اتفضلي يا ام مصطفى. لا هنرجع. السلام عليكم يا دكتور. ايوه كده ممتاز، اتفضلي يا ام مصطفى. طب وطي التلفزيون شويه يا ام مصطفى. السلام
3 شهور اكتشفت ان، طب انا هسمع كده يا استاذ زي، من 3 شهور اكتشفت ان عندي ورم بيش. اتفضلي يا فندم. عندك كام سنه يا ام مصطفى؟ عندي 43 سنه. 43 سنه وعندك كام طفل يا ام مصطفى؟ عندي ولدين. فيهم واحد اسمه مصطفى اكيد. اه. اتفضلي. فمن 3 شهور عرفت ان عندي ورم بليفي. هو انت لما رحتي للطبيب كنت رايحه له ليه؟ كان عندي نزيف، كانت الدوره بتجيني كل شهر بنزيف. تمام يا فندم. وقالت لي الدكتوره ان انت عندك ورم ليفي حجمه 3.5 سم. بعد اذن سيادتك، النزيف ده طول عمرك من انت عندك 10 بقى، انت عندك 20 سنه؟ ولا إيه؟ استجد بقاله سنه او اتنين؟ لا. ها؟ هم قالوا لي ان هو بقاله فتره اكتشفته بالصدفه. اللي هم قالوا لي بتاعت عادل امام دي، سيبي انه قالوا لك، انا بسال حضرتك ارتجال الدوره كانت في فتره شبابك وطول عمرك ولا يا دوبك بقالها سنه او سنتين بس؟ انت مش عاجبك السؤال؟ لا، هي بقالها فتره لان كان عندي الغده الدرقيه. يا وشلتها. فندم فتره قد ايه يا فندم؟ هو السؤال صعب. كان بقالها حوالي زي 5 6 سنين. يعني انت بقالك 5 6 سنين بتنزفي مع الدوره؟ هو ايه المشكله في السؤال؟ بيرجع الاجابه بعدها بكتير ليه كده؟ معانا ام جنى، بلاش تسمعي من التلفزيون اللي بيكلموني عشان افيد. بالنسبه هاخد ام جنى وهرد على حضرتك يا ام مصطفى حالا. ام جنى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك، هو المنظار البطني والرحمي بيتعمل بعد قد ايه من الدوره؟ ليه؟ هتعمليه ليه؟ عشان الدكتور بيقول لي عندك التصاقات. يعني احنا النهارده عندنا التصاقات في الحوض، هتم التعامل معاها بالمنظار البطن. في شيء جوه الرحم، هو حاسس ان في التصاقات اخرى داخل الرحم؟ لا، هو قال لي ما تعملي منظار بطني ورحمي. يعني خلاص، انا بحترم هذا الكلام تماما. يعني دائما يفضل عمل اي منظار جراحي بطن او منظار رحمي بعد انتهاء الدوره خلال الاسبوع الاول يفضل. بنحتاج بطانه رحم رؤيه جدا عشان يقدر يستطيع التعامل معاه. يعني لو عدى اسبوع يا دكتور عادي؟ والله احنا يعني كل واحد ليه برنامج، انا ما عنديش مشكله طالما بطانه الرحم مديه بالسونار مدياني فرصه ان انا اتعامل كويس، ما عنديش مشكله. شكرا. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. بالنسبه ام مصطفى، بعد اذنك ام مصطفى، دائما السيدات بتكون كويسه زي الفل، واول ما تيجي في فتره نهايه الثلاثينات واوائل الاربعينات يحدث ارتجال هرموني، ارتجال وظائف المبيض، ويحدث ايضا ارتجال في نزول الدوره بصوره ممكن نزيف او انقطاع ونزيف. رجائي انك تبلغي الدكتوره، قولي لها انا بمر بمرحله، هي دي المرحله العمريه الطبيعيه، تعيد تشخيصك مره اخرى، ما تهجمش على الورم الليفي الا ما تكون شخصت حقيقيا ان له علاقه بالنزيف دوت، يجب عليها. اتفضلي يا فندم. معانا مين يا فندم؟ الدكتور الاستاذه خلود، اتفضلي يا خلود. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. بصي يا دكتور، دلوقتي انا متجوزه بقالي سنتين. سنك كام سنه يا خلود؟ عندي 21. اتفضلي، وبقالك سنتين خير ان شاء الله؟ بقالي سنتين متجوزه، انا ما عنديش حاجه، بس جوزي عنده صديد وتعالج منه. وبرده ما حصلش حمل، ودلوقتي رحنا لدكتور تاني قال لي جوزك عنده تليف في الخصيتين. لا الكلام ده اللي هو ما يخلفش. يا ست خلود، عشان يا ريت لو سمحتي نتكلم علميا. يعني ايه تليف في الخصيتين؟ ليه؟ هو التحليل بتاعه السائل المنوي ايه؟ ايه التحليل؟ ما هو انا النهارده الصوره بتاعتي هي التحليل. تحليله ايه؟ التحليل بتاعه برضه بيقول الحيوانات المنويه كلها متشوهه. يا فندم كلمه متشوهه مش العدد كام يا فندم والحركه ايه؟ بيقول الحركه قليله برضه طبعا. لا انت بتديني يعني معلش قليل. ما تعومنيش يا مدام، العدد كام عشان اقول لك الخصيه سليمه ولا مش سليمه؟ العدد مثلا ممكن يبقى ايه مثلا؟ الحقيقه انا ماليش دعوه مثلا، الحقيقه العدد جوز حضرتك قد كام؟
انا مش فاكره اول عدد كام، بس هو الدكتور قال لو عنده تليف في الخصيتين وحتى لو عملنا حقن مجهري اللي هو مش هينفع فيه. يفتح الله، كلام ما اقدرش اجاوب على حاجه. وانت يعني ايه تليف والعدد مش عارف ايه؟ تليف يا بنتي يعني العدد زيرو. التليف في الخصيتين يبقى العدد زيرو؟ يعني مفيش حاجه خالص، يعني زيرو. ما هو الدكتور بيقول اللي هو ما عندوش حيوانات منويه، الحيوانات المنويه كلها متشوهه. يا فندم في حاجه اسمها ان الخصيه شغاله وبتطلع حيوان بيموت في الطريق لعدد، يعني في شيء بيخلي الحيوان غير طبيعي في الحركه. وفي خصيه مصنع خصيه ما بيشتغلش خالص، ما بيطلعش حاجه خالص، يبقى ده متليف. هنا بقى خلاص بنتكلم على العينه ما تتاخدش من السائل المنوي، تتاخد من الخصيه. انت هو مين فيهم؟ انا ما اعرفش. يعني ازاي ان في عدد حيوان منوي ويقول لك الخصيه متليفه؟ ما اعرفش. ما اعرفش. يعني كلام يعني مضلل جدا، ما يمشيش مع بعضه يعني. اخر واحد عملناه دكتور واحد ونص. واحد ونص ايه؟ واحد ونص حيوان منوي. يعني حيوان ونص؟ لا، واحد مليون ونص اللي هو 100 مليون اللي هو زي ما بيقولوا. يا فندم في حاجه اسمها 100 مليون ايه بس؟ ده رائع. انت بتتكلمي على هو 100 الف ولا ايه بالظبط؟ انا اديني الرقم اللي اقول لك عليه، لكن 100 مليون ده ممتاز. لكن هو ايه كام؟ معلش اعذريني، انا بنتكلم بالارقام. ما انا عارفه هو بيقول في الحيوانات المنويه واحد ونص. فبقول فاداني برشام بياخده وبياخد حقن. معلش بعتذر، انا مش قادر افيدك لاني انا ما اقدرش اخد قرار في الرقم اللي انت بتقوليه دوت او غير معروف. يعني الارقام دي لازم يعني حد طبيب بيكون فاهم القصه ويتعاون مع حضرتك ويقول لو كان 1 مليون لا على طول يذهب الى مركز اطفال انابيب ويعمل حاجه اسمها تخزين سائل منوي على عينه او اتنين وياخد العلاج اللي هو عايزه، ثم اذا لم يتم انه يتحسن على طول يدخل الحقن المجهري. على كلام لو كان 1 مليون او 1.5 مليون، الخصيه دي وقع، الخصيه دي هتقع، فيجب قبل ما ياخد اي علاجات يخزن سائل منوي كانه بيخزن فلوسه في بنكه، وبعد كده ياخد القرار. لكن بعد اذن سيادتك يجب انك انت حضرتك تروحي بجوزك لدكتور يكون فاهم القصه كويس جدا، كيف يتعامل مع زوجين الزوج الخصيه بتنهار في وضعها. اتفضلي يا فندم. الاستاذه ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا ايمان هانم، اتفضلي. انا كنت باخد الحقنه اللي هي من 3 اشهر. سيادتك معاكي قد ايه اطفال يا فندم؟ بنتين. وسن كام سيادتك؟ 35. وبتاخدي الحقنه كل 3 اشهر، بقالك قد ايه؟ يعني اخدتها حوالي 3 سنين. واخر حقنه كانت امتى؟ انا مبطلها دلوقتي اللي هي يعني اكتر من سنه. طب ايه الشكوى بقى دلوقتي؟ ما حصلش حمل يا دكتور، هي بتمنع الحمل. لا، هي الحقنه ملهاش تاثير معين في انها تمنع الحمل، لكن يجب على الطبيب يتابع سيادتك شويه ويشوف حاجتين اتنين، يتابع بطانة الرحم ويشوف مدى تأثيرها المدة الطويلة اللي أخدت فيها الحقن دي، ده مهم جدا، لأن هنا بطانة الرحم بتتأثر فعلا وغدد عنق الرحم أيضا. اتفضلي يا فندم. هو قال لي ما فيش أي حاجة تمنع الحمل، بس ما فيش أي حاجة حصلت دلوقتي. لا، ما فيش حاجة اسمها ما فيش حاجة، قولي له أنا اتجوزت وجبت عيال، فيعني لازم يكون فترة كل حاجة بأمر الله طبعا، أنا ما قلتش لأ، بس زي ما بنقول احنا الاطباء عشان كده ان احنا نقدر نبحث عن السبب ونعالج السبب. مفيش حاجه اسمها ان انت كويسه وهو كويس والدنيا بخير وعامل وقت وكل حاجه، انا ما قلتش لا، امر الله، لكن يجب عليه البحث عن سبب تاخر الحمل عند حضرتك او عند الزوجين، حضرتك والزوج. اتفضل يا فندم. يمكن انا اثارت نقطه، احد الازواج جالي في مدينه مرسى مطروح وكان متجوز قبل كده وخلف كتير اولاد، وتزوج الزواج التاني، وبرضو انا كشفت على زوجته لقيت الامور كلها، بس انا كشفت كشف دايما كشفي بيبقى من اول من ساسها لراسها، كل شيء بالهرمونات بالتحاليل بالاشعاعات بكل حاجه لقيتها سليمه تماما. طلبت منه تحليل سائل منوي بالعافيه طبعا، وافق، لقيناه زيرو، صفر، يعني انهيار تام للخصيه. ليه؟ انا ما اعرفش،
لكن دي عشان كده بقول هذا الوضع يا جماعة. برضو ما تنسوش الزوج في تأخر الحمل الثانوي، لأن في بعض الأحيان فعلا بيحدث مشاكل الزوج بعد فترة طويلة من الزواج. حاضر. يمكن كده احنا خدنا كتير في اللقاء، لكن احنا عايزين نقول التشخيص الحقيقي لهجرة بطانة الرحم او تواجد خلايا بطانة الرحم خارج الرحم. يا ترى طب احنا ليه بنكلم فيها الموضوع ده؟ يعني ليه دايما حتى يعني ممكن اللي بعدية احد اصدقائي بيقول لي انا عايز اتكلم عن هجرة بطانة الرحم وهو شيخ، فبيضحك يعني انت ليه يا دكتور ايمن قاعد تتكلم كتير كده. هجرة بطانة الرحم هي والحمل خارج الرحم شيء منسي، والأطباء بيتفاجئوا بتشخيصه وللأسف بعد ما ينضر المريض. يعني هو ده اللي أنا بقربهم للطلاب عندي، دائما حط في دماغك كل سيدة فيها تأخر الحمل أو آلام مزمنة لا يوجد لها تفسير فهي حمل، فهي هجرة بطانة الرحم. كل سيدة عرضة للحمل خارج الرحم، من سيدة تأخرت في الحمل، سيدة بتستخدم وسيلة تنظيم أسرة، لسيدة استخدمت تأخر عندها مشاكل بعمليات سابقة على الأنابيب، بسيدة جالها حمل خارج رحم، حط في دماغك الحمل خارج رحم. إذا القصة الهجر بطانة الرحم لما يتم كشفها أو اكتشافها أو تشخيصها للأسف تبقى ضرت السيدة، أخرت الحمل ومشاكل غريبة. قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا، احنا قلنا ان الهجرة بطانة الرحم كان زمان يتم تشخيصها سبجكتيف، يعني كده ان الست تقول انا بيجي لي وجع، بيجي لي ألم، بيجي لي دورة بألم، مش عارف ايه، كنا نقول هجرة بطانة الرحم. دلوقتي يجب تشخيصها اوبجكتيف، يجب اني اشوفها بعناية، هو ده عين اليقين زي ما بيقولوا الجنة والنار، عين اليقين اهم حاجة عندي اني انا اشوفها إما بالموجات الفوق الصوتية وشخص أكياس شوكولاتة وأكياس دموية، أدخل بالمنظار وأشوف كل الأنواع، أعوم في البطن وأشوف كل الأنواع الهجرة، هو ده المهم في تشخيص هذه الهجرة. حلقة قادمة إن شاء الله هنبدأ نقيم برامج العلاج الطبية لكل الأعمار اللي بتعاني من هجرة بطانة الرحم، وهل ممكن نستفيد من العلاج الطبي فعلا، ومين الحالات أو السيدات أو البنات اللي أنسب شيء ليهم علاج طبي قبل ما ندخل في العلاج الجراحي. حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من الأستاذ الدكتور أيمن حمود، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب، ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية، ورئيس وحدة جراحة استئصال الأورام الليفية مع الحفاظ على الرحم. إن شاء الرحمن الحلقة القادمة هنستكمل العلاج الطبي والعلاج الغير جراحي لهجرة بطانة الرحم في الأعمار المختلفة، تبدأ من الشباب وتنتهي بفترات الأربعينات والخمسة وأربعين سنة. يعني دايما هنقول إن إحنا ما شفناش قبل كده بنت عندها هجرة بطانة الرحم، ما شفناش سيدة جالها هجرة بطانة الرحم بعد انتهاء الدورة، غير متواجد هذا الكلام. هنتكلم من فترات الشباب إلى انتهاء الخصوبة وانتهاء عمل المبيض وعلاج جميع الهجرة بطانة الرحم الطبية الغير جراحية، ثم بعد كده نستكمل العلاج الجراحي. حلقات صحة حواء هي حلقات طبية تقدم يوم الأحد بانتظام إن شاء الرحمن الساعة 8 مساء، وتعاد إذاعتها بعد منتصف الليل إن شاء الله. حلقاتنا بترفع على اليوتيوب في موقع قناة الاتش بي سي باسم حلقات صحة حواء الأستاذ الدكتور أيمن حمودة، يمكنكم متابعة جميع حلقاتي بأسمائها ومواضعها إن شاء الله. هنلقاكم على خير يوم الأحد القادم بإذن الرحمن، استكمال لهجرة بطانة الرحم والعلاج الغير جراحي أو العلاج الطبي، وتقدم العالم الغريب جدا جدا في استخدام العلاج الطبي في علاج الهجرة ومنع إعادتها مرة أخرى وتدميرها الموضوعيا بالعلاج المختلف. نلقاكم على خير إن شاء الرحمن يوم الأحد القادم بإذن الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.